طبعا زي ما مثل ما عم نعرف كلياتنا، الحكمه الاساسيه من الصيام هي الصبر وتعويد النفس وتهذيبه، لكن هذا الشيء بيتعارض مع كثير من النماذج اللي بنشوفها يمكن بحياتنا اليوميه وموجات وفورات الغضب العارم بحجه الصيام اولا والتعب الارهاق او غيره من الظروف. رح نحكي اكيد بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الدكتوره لبنى بشاره، خبيره بالتنميه الاداريه. صباح الخير دكتوره. صباح النور، يسعد اوقاتكم. اوقاتك يسعد. صباح ينعاد عليك بالخير والصحة دكتورة. يعني عم نحكي عن شهر رمضان، دائما بيقولوا شهر الرحمة، اللي دائما بتعودي النفس فيها على تهذيبها وانه تتخلى عن بعض العادات السيئة، نحس ببعض اكثر، نراعي بعض اكثر نفسيا ومعنويا. خلينا نحكي عن الغضب، الغضب هذا الصعب انك تسيطر عليه بالايام العادية، بشهر رمضان ممكن يزداد بحالات الصيام. نحن اليوم بدنا نحكي كيف فينا نسيطر على الغضب بشهر رمضان بفترة الصيام. بالبداية إذا بدنا نقول خلينا نعتبر إنه هذا الشهر هو فرصة لحتى نحن نقدر نعتبر السيطرة على الغضب هو سلوك نقدر نكتسبه حتى لقدام. ليش؟ لأنه صح نحن ممكن بهذا الشهر تكون مسببات مثيرة مباشرة لغضبنا، لكن بنفس الوقت نحن دائما بنراجع حالنا بهذا الشهر وبنقول إنه بدي طول بالي، ما بدي أعصب، هي بنلاقيها إنه بهالشهر ما بدي أفطر. تمام، فلذلك خلينا نعتبره فرصة لندير غضبنا بطريقة صحيحة ونصير نسيطر عليه حتى بالأيام العادية وبالأشهر الباقية من السنة. فإذا بدنا نقول بالبداية شو هو الغضب أو مفهومه بشكل عام، هو عبارة عن استجابة من الشخص لمؤثر خارجي أو داخلي، معناته مو بالضرورة دائما يكون المؤثر الخارجي هو الحقيقي والفعلي لغضبنا، ممكن يكون عندنا تراكمات. فهي التراكمات عملت عندنا هي الاستجابة اللي طلعت بطريقة إما لفظية أو سلوكية. هلا بالبداية ممكن تكون مشاعر، إنه أنا عندي شعور استياء، تتحول إذا تطورت للفظي. صحيح. كلام، إهانات، توجيه، عبارات غير لطيفة. بعدين بتصير او حتى نبره الصوت ممكن لحالها لو ما كانت الكلمه بحد ذاتها سيئه ممكن النبره تكون فيها غضب. بعدين بيتطور الموضوع ليصير سلوكي، ليصير فيه عنف. صحيح صحيح. خلينا نحكي شخص، يمكن اي شخص هو داخل خلال اوقات الصيام وخلال شهر رمضان الكريم هو بطبعه ما بيحب يعصب، فكيف الشخص بيقدر يضبط نفسه ويكون في اليات معينه بيتبعها؟ اذا بدنا نقول 1 2 3 خطوات اساسيه بيمشي عليها بتجنب المؤثرات الخارجيه وبيضبط نفسه. الموضوع كلنا عم نمرق فيه، رح احكي مثال بسيط كلنا بنعمله. لما اول شيء انه نعيد حساباتنا قبل ما نحكي اثناء حدوث مثلا موقف او مشكله او راي او شفنا شخص حتى نحن ما كثير يعني هو بيكون ملائم او بيناسب شخصيتنا فممكن يسبب لنا الغضب. قبل ما نعمل اي تصرف او سلوك او رده فعل حتى لو سواء كانت بالبودي لانجويج او باللفظ، يعني خلينا بس ناخذ ثانيتين قبل وبنتذكر نحن وقت نكون عم نكتب على الموبايل ردودنا لاي شخص او تعليقاتنا بنرجع بنمحي بنرجع بنكتب شيء اكثر لطافه او هذا الشيء مارق مع الكل. فمن هي هذا المثال البسيط قد ايه ممكن نحن نسيطر على الغضب بنفس الطريقه. فناخذ بس ثانيتين قبل ما نعمل اي تصرف سواء تمام نعد للثلاثه. فهي اول نقطه. ثاني نقطة، إذا نحن بدنا نصير نفكر أكثر بالموضوع ونضبط حالنا أكثر فيه، يعني مو بس ناخذ هالدقيقتين، لا أنا بدي أعمل إدارة للغضب. بدي أول شيء أفكر شو المواقف اللي بتزعجني، أو الأشخاص أو الكلمات. هلا حددناهم، نرجع بنقول ليش هي الأمور بتزعجني؟ هلا ممكن يكون كثير إنه في لها آثار سابقة تاريخية بحياتي بالسابق. مو هي هلا مباشره وما لها هالاثر الكبير هلا، موقف عادي بس انا رابطته ذهنيا بموقف قديم سيء صار معي فبتكون ردات فعلي كبيره أسيح. عليه تمام. فمعناته بدي افكر انا بالموقف، بدي افكر باسبابه اذا كانت مرتبطه بالسابق، بدي افكر انا كيف عم بتصرف لما اكون غاضبه. يعني في عالم مثلا بتتوتر مثلا بتتشنج، عالم بتصير بتحكي بسرعه كثير، عالم بتشنج كتافها او ايديها او
بيطلعوا عيونا او يعني كثير مظاهر، فنحن او مثلا بتعمل سلوك عنف حتى مو بس حركات، فبدنا نفكر انه انا عم بعمل هي التصرفات قد ايه بده يكون شكلي سيء. هي اولا. ثانيا، هل هالتصرفات عم بتفيدني بالنتيجه؟ هلا غالبا لا، لانه انا ممكن في انواع من الغضب مارسه هو افضل انواع الغضب اللي هو الغضب الحازم، انا لا بعمل سلوك سيء ولا بعمل كلمات فيها اهانه، انا مجرد بعبر بنبره معينه وبشكل حازم وصارم، بعبر وبنبه الشخص اللي مقابلي عن انه هو تجاوز حد معين. هذا حتى اسمه نوع من الغضب، لكن الحازم هو افضل الانواع، بيعرف الاخر على حدودهم وعلى حقوقي وبنبههم لانه هن ياخذوا يرجعوا خطوه لورا. فاذا نحن بدنا نحدد الموقف ونحدد تصرفاتي فيه ونحدد علاقته بالسابق، وحتى تقبل الاشخاص لهذا السلوك ممكن يكون موجود هذا التقبل. كيف ممكن الاشخاص يلي انا بتصرف معهم بطريقه غضب او بطريقه غلط ينفروا مني واخسر كثير من المحيط الاجتماعي اللي يمكن انا بحبه وموجود حوالي؟ تمام، هي وحده من الامور اللي انا كمان بدي افكر فيها، غير انه شو اثاره شكلي كيف ممكن يكون ونتائج مانا ايجابيه، كمان بدي افكر انه النتائج السلبيه من المحيط، لان ممكن تسبب لي العزله لاحقا اذا انا كنت على اي موضوع، ممكن ياخذوا فكره غلط. الصوره الذهنيه عن الشخص هي موضوع كثير مهم، لانه انا اما بتقبله بعدين بدون اي مواقف او برفضه حتى بدون ما يعمل موقف، لان صار عندي صوره ذهنيه عنه. فاذا بتساعدني على الانخراط والاندماج الاجتماعي او العزله، فانا بلاقي هل اي الافضل لي هيك ولا هيك؟ طب اذا انا بقدر احقق هالموضوع ببساطه باسلوب اخر، ليش ما بعمله؟ فاذا بدنا نعرف بعض الامور البسيطه، هلا اللي حكيتهم هي تكنيكات لاداره الموضوع، اللي هي الشيء لنقول مثل واحد قاعد كثير رايق ومتوازن وعم بفكر بالموضوع، طب مو الكل هيك، والموضوع ما نو سهل، وكل المواضيع تبع التنميه البشريه بحاجه لوقت وتدريب الذات. نعم. طب خلينا دكتورة نحكي كمان، المزاجية أحيانا بتكون متعلقة بالغضب، بيكون تلاقي شخص مزاجي بيكون ما أحلى، بعد شوي بتلاقيه غضب بس بطريقة مو أنه لحاله، لا بطريقة ممكن يأذي فيها الآخرين. أكيد. هي المشكلة وخاصة بشهر رمضان بنشوفها، يعني إذا صف سيارته أو صار في عجقة بصير يتضايق وبصير يعيط. هي المشاكل كيف يعني يتخلصوا في من الأشخاص؟ هل ممكن من خلال شهر تدريب نفسهم على هيك ما بيقولوا انه ضبط النفس او السيطره على الغضب يستمروا لبعدين، ولا لا بيرجع لنفس الطبع؟ هلا اي موضوع بنحتاج نشتغل عليه فهو بده اولا الرغبه. هل الشخص فعلا عنده الرغبه لهالموضوع؟ ثاني شيء بده السعي، يعني يبذل مجهود، لانه هو ممكن يتطور لكن ممكن يتراجع فيه اذا ما استمر. اي موضوع، حتى تعلم اللغه، الرياضة، بناء الأجسام، كله إذا قد ما طورنا حالنا فيه وقفنا عند مرحلة معينة بدنا نتراجع. فنفس الشيء إدارة الغضب، لذلك هو بده تدريب مستمر ليصير عادة. هلأ مو بالضرورة أنا أتخلص منه بشهر، لكن البرامج اللي عم بتصير برا بأوروبا وأمريكا هي بتاخد فترات كتير طويلة، لكن ما بتكون ضاغطة على الشخص أنه أنا بدي منك نتائج مباشرة. لا، أنا بس اشتغل لي على، فكر لي بالمواضيع اللي بتزعجك، خذ اسبوعين تذكر كل شيء، سجلهم على ورقه، كثير مهم نسجل على ورقه لحتى نحن نضلنا نتذكر هذا الموضوع. فبالبدايه بيتبعوا برامج، بعدين بيصير في متابعه، حتى مثل اللي بيعملوا لهم اعاده تاهيل للاشخاص اللي هن بيكونوا ادمان على المخدرات او غيرها، بيعملوا لهم اول فتره كورس كامل، بعدين بتصير مدته متقطعة لكن في استمرارية وفي متابعة. نعم. نفس الشيء إدارة الغضب. تمام. هلا إذا بدنا نحن نقنع الأشخاص قد ايه مهم نحن الصيام بطريقة صح، بطريقة ما نزعج فيها ونكون مصدر سوء وإساءة للآخرين، فشو هي الخطوات اللي ممكن توجهيها دكتورة لجميع الأشخاص وما ناخذها ذريعة إنه نحن بحالة عطش، بحالة جوع، بحالة إرهاق؟ أولا بدنا نقول شغلة كثير مهمة، إنه هل الغضب، وانطلاقا من هالمقوله يفترض الواحد يكون في قناعه بالموضوع، هل الغضب عم يحقق لي النتيجه اللي بدي اياها انا؟
يعني إذا أنا بدي صف سيارتي وكان في اثنين على نفس المكان، هل الغضب بيحقق لي النتيجة؟ أكيد لا. ممكن الكلمة اللطيفة بالعكس، كثير أوقات حدا بس بيعمل إيماءة بإيده إنه ممكن تسمحي لي فتمرقي قدامك بالسيارة. فقديه كثير مهم إنه نعرف البدائل، فنفكر بالبدائل لحتى نحن نلاقي الطريقة الألطف والمجدية أكثر. هلأ أكيد ما فينا نتحكم كل الوقت بحالنا وبكل الظروف، لكن دائما خلينا ناخذ دقيقتين ثانيتين ثلاثة قبل أي ردة فعل، هي أولا. ثانيا خلينا نتبع نظام يعني لحياتنا لإدارة الغضب. بيقول جيل لاندلفيلد، بيقول إنه إدارة الغضب تحتاج ثلاث عناصر، اللي هنين: أولا تحديد الموضوع والهدف منه، مو بس حدد مشكلتي وين، شو هدفي. تمام، حددت الهدف، بعدها بقول شو المجهود اللي أنا لازم أبذله. معناته ما فيني حصل أي نتيجة بأي مجال إذا ما بذلت مجهود، سواء كان وقت أو جهد عضلي أو فكري أو ثمن مالي. فإذا أنا بدي أدفع مقابل للشيء اللي بدي أحصل عليه أو غيره. ثالث نقطة، أنا لازم أعرف حقوقي. فهل أنا قديش حجم الغضب اللي غضبته؟ هل هو يتناسب مع الموقف؟ تمام. هل حقي أني أغضب أو لا؟ فإذا بدي أعرف حقوقي، وبناء على حقوقي برسم خطوات اللي بدي اتبعها. وبحدد أنه أنا لازم هون كون أخف حدة، لأنه ما لي حق بالقصة، أو مثلي مثل الشخص الآخر، اثنيننا وصلنا سوا مثلا. تمام. فبيعطينا ثلاث نقاط كثير مهمة بتساعدنا لنراجع تفكيرنا، أنه هل أنا إلي حق بالموضوع أو لا. طب بفرض إلي حق جزئي، هل أنا بقدر أتعامل بليونة أكثر بالموضوع؟ طب إذا تعاملت بقسوة بحقق النتيجة اللي بدي إياها أو لا؟ بهي الطريقة. هلأ الموضوع أولا بده تغيير إدراك، تغيير بإدراكنا، إدراكنا للموضوع هو أول خطوة. الإدراك بيأثر على المشاعر، المشاعر بتأثر على السلوك، والسلوك هو عبارة عن الغضب اللي هو المرحلة المتقدمة منه. فالإدراك أول خطوة للموضوع. نعم. نصائحك بتحبي تقدميها لكل العالم اللي حابين يمكن يهذبوا نفسهم أو يتخلصوا من عادات سيئة عم بيعانوا منها، وهل إذا اضطر الأمر فيهم يختصوا أو يستشيروا عفوا تنمية بشرية أو طبيب نفسي أو علم نفس أو أي حدا؟ أول شيء، النصيحة الأولى أنه نحن قادرين أنه نفعل أي شيء، هي أول نقطة. فأنا وقت أعرف أنه عندي إمكانيات وقدرات، هي بتريحني، وكل العالم عندها هذا المؤهلات. ثاني نقطة، أنه أتعرف على الموضوع، نقرأ شوي. لما أعرف استراتيجيات التفكير وأعرف أقرأ أكثر عن التفكير السلبي، بعرف أنه الغضب جزء من التفكير السلبي. فهل أنا بناسبني يكون تفكيري سلبي ولا لا؟ أكيد ما حدا بيحب. ثالث نقطة اللي كتير مهمة، اللي هي سواء كان لإدارة الغضب أو للحياة العامة، أنا دائما بقول عدوا مع الأشخاص الإيجابيين، الناس المتفائلين. نحن أكيد كل العالم مصنفة أصدقاء، ناس متفائلة، ناس بتفهم، بترجع لها وقت بدها نصيحة أو كذا. لكن هذا الشخص اللي هو عقل ومفكر مو بالضرورة يكون هو شخص مرح. فعود مع الأشخاص الإيجابيين، عود مع الأشخاص المتفائلين، هي الحالة بتجنبك بتعدي. تمام، بتعدي وبتجنبنا من موضوع الغضب. تمام. أكيد أكيد. كل الشكر لك دكتورة لكل المعلومات اللي قدمتي لها، ونتمنى يكون الصيام عن الأذى وعن كل شيء سلبي بحياتنا وناخده بطريقة إيجابية وبطريقة صح. شكرا لك. شكرا لكم، ونهاركم سعيد. نهارك سعيد، وإن شاء الله هيك كمان وقت حلو مع العائلة بشهر رمضان. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي عطيتينا إياها. شكرا لك. شكرا لك.